صباح الخير. بعدما حلت عقدة القوات اللبنانية ومشاركتها في الحكومة، يبدو العقدة الثانية السنية اليوم تتبلور وتتصدر على العناوين لتؤخر تشكيل هذه الحكومة. هل هناك من حكومة قريبة بعدما كانت على بعد بضع ساعات فقط؟ اليوم ضيفي في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان جواد، رئيس تحرير موقع بيروت بريس. صباح الخير. يسعد صباحك. مش بس رح نحكي موضوع الحكومة، في كتير مواضيع تانية، بس يمكن أبرز الحكومة لأنه هيدا موضوع الساعة. في موضوع الخاشقجي اللي بعده كمان هو موضوع الساعة إقليميا وعالميا. اليوم الأثمان يلي ستدفع المملكة العربية السعودية وصولا إلى صفقة القرن التي أيضا يتم الحديث عنها وسط من مزدوجين بداية تطبيع معلن من بعض الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي. بدي أبلش من الحكومة، هل تعتقد أنه في حكومة قريبة من بعد ما امبارح كنا ناطرين أنه بعد كم ساعة رح نشوف الرئيس سعد الحريري عند فخامة الرئيس ميشيل عون؟ يعني نحن صرنا بمرحلة جدية، فينا نعتبر أنه مرحلة المرحلة الأخيرة من عملية تشكيل الحكومة أخذت وقت طويل لتم إقناع القوات بأنها تقبل بهالحصة اللي امبارح وافقت تمشي فيها، والعقد الدرزي انحلت بتسوية. بيبقى موضوع السنة، يعني نحن كنا دائما نحكي عن ثلاث عقد أساسية، ولكن حزب الله لم يرغب بالمرحلة الماضية بأنه يصرخ ويعتبرها عقدة يعني تستدعي المعركة. كان معتبر أنه شيء بديهي طالما عم يتشكل حكومة وحدة وطنية وتمثيل كل الكتل، هنالك حوالي 10 نواب سنة أو 8 أو 7 بيطلع لهم وزير. يعني قدي 10؟ هني 10 من خارج المستقبل، بس فيهم شيء 7 أو 6 تكتلوا. يعني صح، 7 6 كتر، 6 عم يجتمعوا. نعم. وستة من ضمن هؤلاء الستة في عدد منهم من النواب هم في كتل أخرى، يعني هن في كتلة مثلا المرضى. وبالتالي إلى أي مدى اليوم يحق لهم بالمطالبة بوزير، خصوصا وأنه في عدد من النواب السنة انكفأ عن هذه المعركة وعدد آخر هو أصلا ضمن كتل أخرى، وباقي يعني عدد بيعتبر الرئيس سعد الحريري هو لا يحق له أن يتمثل في الحكومة بحسب المعيار الذي وضعوه للجميع. يعني ليه الرئيس الحريري بيكون بدل واحد سني مع رئيس جمهورية أخذ مسيحي محله؟ فهذه مش تضحية، هذه مبادلة. بده يضحي بواحد ضروري يعني لحتى يكون في حكومة وحدة وطنية. حزب الله لما وافق على قانون النسبية وافق عليه بفلسفة أنه هذا القانون يتيح تمثيل الحلفاء. وهو الحلفاء السبب أنه مش كل ما حزب الله عمل معركة مع تيار المستقبل هذا السبب الاستراتيجي، يعني انه كل ما عمل انه معركه سنيه شيعيه. هؤلاء الحلفاء هن حيثيات موجوده بالبلد، يعني مين سني اكثر من ابن عبد الرحيم راد، مين سني اكثر من بيت كرامي، من بيت سعد، جهاد الصمد. جهاد الصمد الصامد الاكبر بالضنيه اللي بيعز يعني الاصطفاف السني خلف تيار المستقبل. كان يخوض معارك بال 2005 و 2009. على اي اساس لكان اخذ تيار المرضى حقيبه الاشغال الوازنه؟ مش على اساس انه هو عنده تكتل وتكتل يضم ايضا سنه؟ هلا ابتدأ في تداخل. ما في الواحد يكون، يعني ما في الواحد يكون سني اذا بدك ضمن تكتل تيار المرضى يلي حصل على حقيبه وازنه، وبالناحيه الثانيه كمان هو سني ضمن كتله السنه الذين يطالبون به وزير. هن مش هن في واحد يمكن او اثنين، يعني بسموها تكتل الوطني مش تكتل المرضى. اي صح، اثنين. بس اقصد انه هن بالتكتل يلي حصل على الاشغال. من نفس الصيغه انطرحت بموضوع الوزير طلال ارسلان، انه الوزير سيزار ابي خليل والباقيين هن تيار. بس هات الكتله الجبل وهي جزء من تكتل لبنان القوي. كتل التكتل الوطني عنده تمثيل مسيحي وسني، بيطلع له التمثيل السني يعني وزير بهذا المعنى. وهون ما بدنا نروح على التفاصيل، انه هي ببساطة شديدة الرئيس الحريري جاب 20 نائب
هول 20 نائب بيعملوا له 5 وزراء بالكتير. 5 وزراء هني 4 سنة زائد 1 مسيحي، 5. اثنين السنة، رئيس الجمهورية بياخد سني رح يجيبه عوني لأنه هو رح يتبادل مع رئيس الحكومة وزير، جزء من فريق عمل رح يكون وزير سني عوني. والسنة يعني مش مثل ما يحكى عن عبد الرحمن البزري، دكتور عبد الرحمن، لأنه اليوم قريرة بعدد من المواقع أنه فريق رئيس الجمهورية يقترح أن يكون الوزير السني السادس من فريق عبد الرحمن البزري لأنه ما بيستفز الحريري كتير. هلأ هودي بالتسويات ما بعرف وين بتروح، بس هذا خيار متاح. إما رئيس الجمهورية بعين شخصية تمثل التكتل السني المستقل، يعني اللي هني خارج المستقبل، وهيدا يمكن يقبل يمكن ما يقبل رئيس الجمهورية. تاني شيء، الرئيس الحكومي بده يضحي، الكل ضحى إلا رئيس الحكومي بالمناسبة. يعني هلا بيجي بيقول لك ليش حزب الله وحركة أمل؟ ما هني حزب الله وحركة أمل طرفين ببعض السياسات، حركة أمل تتوافق مع تيار المستقبل وتتوافق مع النائب وليد جملاط ومع القوات اللبنانية، وبالتالي التنوع ضمن الشيعة قائم. بتميز حركة أمل في موضوع الداخلي والملفات الداخلية. أما عند السنة، مصر الرئيس الحريري على أحدية التمثيل السني، أنه هو يمثل الكتلة السنية الوازنة والفاعلة. من وجهة نظر حزب الله اللي عمل الانتخابات ودفع بقانون الانتخابات وفق النسبية من شان يتمثلوا حلفائه، هو ما عنده مشكل انتخابي كان حزب الله. يعني هو كحزب الله أو كحركة أمل كانوا بالقانون الأكثر بيجيبوا نفس النتيجة. بهذا الموضوع تحديداً، ببداية الحديث عن العقد التي تؤخر تشكيل الحكومة، كان في عقد درزية وعقد مسيحية. كان الرئيس بري يقول روحوا حلوا العقد المسيحية وتعوا لعندي بعدين، أنا بلاقي حلول للعقد الدرزية والعقد السنية. صح؟ اليوم هلا الدرزية مأكد منها، السنية ماني مأكد منها. قال هيك، قال السنية أيضا. وبالتالي اليوم أنه من بعد ما القوات اللبنانية بين مزوجين بحسب خطابة هي قبلت وتنازلت وحصلت على ما حصلت عليه بحسب خطابة، اليوم يبدو أنه العقد السنية لا، أنه الفريق الآخر اللي هو حزب الله والرئيس بري مصرين على أنه ضل عقدة أمام تشكيل هذه الحكومة، العقدة السنية. ليست عقدة إذا الرئيس الحريري أخذ خطوة جريئة. يعني بيو الرئيس رفيق الحريري اللي كان زعيم كبير كان يجي على الحكومة معه 3 وزراء و4 وزراء بالكتير، يعني بعد 2000 شوي ارتاح. هلا اختلف الوضع، كانوا السوريين هون، هلا كل فريق هو عم ياخذوا وزراء. طيب كانوا السوريين هون، ما فيك تقارن بين هلا وبين كانوا السوريين هون، بس كان في تمثيل سني، الرئيس عمر كرامي، الرئيس نجيب ميقاتي انا ذاك، الوزير عبد الرحيم مراد، كان في تمثيل سني واسع. اليوم نفس المشهد، في تمثيل سني اخر غير تيار المستقبل. لماذا رفض توزيره طالما أنت قعدت 5 أشهر عم تفاوض القوات على أن يتمثلوا؟ نحن ناطرين القوات، يعني عمليا كنا بهال5 أشهر. طبعا لماذا حزب الله لم يقل قبل أنه نحن مش بس العقدة هي عقدة القوات، العقدة هي أيضا العقدة السنية؟ ولا مرة أوحى حزب الله وهو يعلم ويدرك جيدا أن الرئيس سعد الحريري من أول بدايات الحديث عن تشكيل حكومة موقفه كان ثابت من هذا الموضوع أنه ما بده يوزر سنة. بتتذكر؟ أبلغ من أول طبعا من طبعا من يعني ولا مرة غير موقفه. ليش ما سمعنا بهذه العقدة إلا اليوم؟ لا هي موجودة، أنا كل إطلالي كنت أحكي عنها. والحزب الله ما عمل عليها معركة، مش ما حكي فيها، حكي فيها بس ما اعتبرها ما عمل عليها معركة، لأنه سمحت السيد بآخر إطلالي لما حكي عن الحكومة قال له نحن اعتبرنا أنه هذا بديهي. ما كيف بده يعتبر بديهي وهو الرئيس سعد الحريري نفسه من أول ما كلف عم بيقول أنه أنا لن أتنازل للمعارضة السنية؟ يعني هذا بيكون عم بيعطل إمكانية تشكيل الحكومة. حزب الله مصر على تمثيل السنة، وإن كان لديه مصلحة بتشكيل الحكومة، حكومة تتعاطى مع العقوبات الدولية اللي عم تنحكى عنها أمريكيا واللي أصلا أقرت، يعني جرى إقرارها،
جايتنا مرحلة أيضا معالجة الملفات الداخلية من كهرباء ومي ونفايات وبنى تحتية، عنا مصايب كتير مضطرين بنا حكومة. بس كمان يعني لماذا القفز فوق نتائج الانتخابات النيابية؟ بالكتير بالكتير الرئيس الحريري يمثل 50% من السنة، 50% من الناخبين السنة، وهودي الشباب اخدين 40% من أصوات المقترعين السنة، فليه بدنا نطلعهم برات الحكومة؟ وحزب الله اليوم كمان إضافة إلى ذلك أنه إذا تراخى وإذا عمل تسويات بهذا الملف، شو الرسالة اللي بده يبعثها لحلفائه اللي هن وقفوا معه باللحظة اللي كان الرئيس الحريري عم يستخدم الورقة الطائفية للضغط عليه، للضغط على حزب الله أو لإحراجه أو لتوريطه بمشكل طائفي. هودي عملوا شبكة أمان وطنية للمقاومة ولحزب الله بخيارات الاستراتيجية من اليمن إلى القتال مع العدو الإسرائيلي إلى الإرهاب إلى الملف السوري والعراقي وغيره، بيجي بيتخلى عنهم اليوم؟ طيب بحسب ما حيتخلى عنهم بالضبط، بحسب المعلومات لن يتخلى حزب الله عن هذا المطلب، حتى لو وصلت إلى أنه يعتذر الرئيس الحريري. أوف. طبعا هذه هي. أنا امبارح كنت عم بحكي مع مسؤول بالحزب، قلت له بس بتصير ضيقة على الرئيس الحريري، يعني انه اذا بده يعطي واحد للثمانية ازار وواحد لرئيس جمهورية، وهو عمليا في واحد رح ياخده هو الرئيس ميقاتي، فبيبقى له ثلاثة صافيين، ثلاثة ونص يعني، لانه في حدا بيت الحلاب حيكون بالوزراء السنة يعني بين ميقاتي حريري. فقال لي طيب صار له 15 عم بفاوض السنة القوات، يعطينا وقت بس لحتى نعالج هاي المشكلة يعني. وكيف رح تتم معالجتها طالما حزب الله مصر على هذا المطلب وسعد الحريري الرئيس سعد الحريري أيضا مصر على رفض هذا المطلب؟ يعني الرئيس الحريري ممكن يمشي لو ما في جو حوله سني من رؤساء سابقين، أذكر رئيس فؤاد السني عم بيحرضوا عند الأمريكان وعند السعوديين وبالواقع السني أنه عم يتنازل وما بعرف شو. لا ليه عم يتنازل؟ يعني هو قرر بحكومة ائتلاف وطني، حكومة الائتلاف الوطني بتعمل استقرار سياسي وتمثيل الجميع فيها بيضمن هذا الاستقرار السياسي. أما اختصار السنة بمحل واحد وعدم الاعتراف بحيثيات الآخرين، هاي خلصنا منها من 2009. ايه بس يعني بدي ارجع بس كرر هيك فكرة انه النائب أسامة سعد اعتبر انه هذه المعركة ما بتعني، في اثنين من النواب السنة اعتبروا انه هن ضمن تكتل الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، الوزير سليمان فرنجية. يعني في عدد من هؤلاء النواب السنة الذين تتحدثون عنهم على اعتبار أنه يحق لهم أن يتوزروا وأن يتمثلوا، معتبرين هن نفسهم أنه هن غير معنيين في هذه المعركة، أو أنه هن محسوبين على كتل أخرى، مثل في سنة بتكتل تنمية والتحرير عند حزب الله عند فرنجية. ما اسمهم هن سنة حزب الله؟ اليوم قريت على او سمعت على إذاعة الشرق اللي هي للمستقبل يعني اسمهم سنة 8 اذار، اذا بتوصيف لا سياسي. لا انا بحكي عن الكتل، انه كل واحد بكتله، يعني عندك نايب سنة عند التنمية والتحرير، نايب سنة عند كتلة حزب الله، نواب اثنين نواب سنة عند كتلة اللي بتجمعهم مع تيار المرضى، وكلهم هو لما السليم بالحكومة. يعني السؤال لما جرى توزير الأستاذ إبراهيم شمس الدين نجل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، نعم، وفق أي خلفية جرى توزيره أنذاك؟ أخذ واحد شيعي الرئيس الحريري، كان عنده ثلاث نواب شيعة، غازي يوسف ويمكن اثنين آخرين، مين هن؟ كيف أخذ نائب وزير شيعي بالوقت اللي ما في تمثيل شيعي كبير؟ هلأ اليوم في تمثيل للسنة، عبد الرحيم مراد بالباع ياخد أصوات مهمة سنة، أسامة سعد هو بيقول أنا لا، هو بيعتبر هو غير معني بهذه المعركة.
ايه يعني بس هو يعني هو بيعتبر حاله عنده مدى وطني. عال، بس هو تعليقا شفته شي مرة عم يحكي بهذا لا لا، الموضوع هو ولا لأنه مرة؟ ما بيحب يحكي بلغة ما عم طائفية، نقول لك انه غير معني بهذا بس الموضوع. إنه هو كل اللي عم يجتمعوا هن ستة، في عدد منهم هن اصلا بكتل اخرى، ستة ما بيطلع لهم وزير. في عدد منهم هن بكتل اخرى هي حصلت على حقيبه. يعني تمام. مثلا، يعني مثلا يعني لماذا تيار المرضى اليوم او هذه الكتله يلي فيها سنه بدها تحصل على وزاره الاشغال بالوقت يلي القوات اللبنانيه يلي عندها نواب اكثر من كتله المرضى ما عم تحصل على وزاره الاشغال على سبيل المثال؟ ليه؟ لانه عندها سنه. حضرتك مش هيك قلت لي؟ يعني يعني في تناقض بالمواقف. لا، ما في تناقض، في محاولة توزيع وفق كل واحد قد ايه حجمه وقد ايه فعاليته. ثم كمان يعني الرئيس الحريري عم يتصرف كأنه مشروعه ربحان بالمنطقة وقادر يفرض علينا ويفرض على الفريق الآخر اللي بده إياه، إنه بيقعد 5 أشهر بيترك البلد هيك عشان ما يمشي بلا القوات يعني. فبالتالي لا، مشروعكم بالمنطقة خسران، المملكة السعودية عم تتلقى هلأ اتهامات من كل حدب وصوب، واقعكم الإقليمي والداخلي ليس على ما نعم. يرام، وبالتالي ما انكم بموقع تحطوا شروط على الآخرين لما الآخرين عم يطلبوا مطالب عادلة، يعني مش مطلب هيدا تعجيزي. طيب كيف سيواجه حزب الله الاتهام بأنه هو هلأ من يعرقل هذه الحكومة وسط حديث من القوات اللبنانية بأنها يعني أنه تنازلت أو من 6 لـ 4؟ بدي أحكي بهذا الموضوع بس من بعد ما ناخد زميلتنا نانسي صعب يلي بقصر بعبدة اللي تطلعنا على الأجواء. صباح الخير نانسي، يعطيك صباح العافية. الخير، صباح الخير جوزيفين، لك ولضيفك. ما هي بونجور. الأجواء اليوم من بعد يعني ما برزت العقد السنية؟ واضح جوزيفين، الأجواء يعني لم تعد بمستوى الإيجابية أو التفاؤل بولادة سريعة عمليا للحكومة للأسف. للمرة يمكن ما بعرف إذا الرابعة أو الخامسة كان عم بيكون في زخم يعني جدي جدا يمكن أن يؤدي إلى تشكيل الحكومة، ولكن باللحظة الأخيرة بتكون عم تطرأ عقد جديدة أو ملاحظات إضافية على مستوى تشكيل الحكومة، علما أنه اليوم العقدة المتبقية أي عقدة تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل هي ليست جديدة بقدر ما هي قديمة جديدة، وربما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر عنها بشكل صريح جدا بآخر إطلالاته، وربما يمكن التعاطي كان إذا أمكن القول على مستوى تجاهل هذا الأمر من قبل فريق تيار المستقبل. واضح الرئيس، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعتبر أنه ربما غير معني بتمثيل أو بإعطاء النواب السنة خارج تيار المستقبل من حصته. المقاربة اللي عم يطلقها حزب الله أنه هؤلاء النواب يمثلون 40% من الشارع السني وبالتالي لهم الحق بأن يتمثلوا. بالمقابل أيضا هناك مقاربة أخرى تسأل أنه اليوم، وهي مقاربة يتبنى جزء منها تيار المستقبل، أنه عمليا هؤلاء النواب عندما سموا أو شاركوا بال يعني الاستشارات النيابية الملزمة توجهوا إلى بعبدة منضوين من ضمن كتل نيابية، أغلبيتهم بيبقى 3 خارج الكتل النيابية يلي هن أسامة سعد، عبد الرحيم مراد، وعدنان طرابلسي، بوقت النائب قاسم هاشم بكتلة التنمية والتحرير، النائب الوليد سكري بكتلة الوفاء للمقاومة، ونائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد بالتكتل الوطني مع تيار المردة. ولعل أكثر من ذلك يعني تحديدا بما يخص النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، مسألة البحث بحقيبة الأشغال لتيار المردة انطلقت من حصول هذه الكتلة على 7 نواب من بينهم النائبين السنيين، وإلا عمليا يعني تعتبر الحقيبة وازنة جدا لحجم هذه الكتلة. وعلى هذا الاعتبار يعني كان التشدد ب عودة حقيبة الأشغال إلى تيار المردة. جزء من المقاربتين صحيح طبعا، ولكن بالأخير بيبقى أنه هناك عقدة لابد من إيجاد حل لها. الأوساط المطلعة المتابعة لعملية تأليف الحكومة أكدت للأو تي في جوزيفين أنه اليوم هذه العقدة لعملية تشكيل الحكومة، وأن يطلع رئيس الجمهورية على نتائج تمهيدا لإعلان الحكومة.
طبعا بيبقى هذا الامر يعني بانتظار زياره رئيس الحكومه المكلف سعد الحريري الى بعبدا، ومن بعد هذه الزياره وبعد اطلاعه على النتائج اللي هو بيكون خرج فيها يفترض ان يتم بالنقاش حل كل هذه المساله. جوزيفين لابد من الاشاره ايضا الى انه اوساط مطلعه اخرى اشارت للاو تي في الى انه بالاضافه الى لفظ السنيه يوجد ايضا بعض الملاحظات حول توزيع الحقائب على الطوائف والكتل، ايضا هي يعني اذا امكن القول جزء مضاف على الملاحظات الموجوده والمسائل اللي لا تزال عالقه قبل ما نكون امام الاعلان النهائي للحكومه اللبنانيه واللي لا يبدو مرتقبا خلال الساعات المقبله اكيد على امل ان يكون خلال الايام. نعم شكرا لك زميلتنا نانسي على هذه الأجواء الحكومية. شو رأيك باللي قالته نانسي تحديدا؟ يعني هي المسألة بالسياسة بلا ما نقعد نقرش الأمور، وهذا بيطلع له النائب ووزير مثل اللي عملوا معيار خلينا نلتزم فيه. المعيار إذا ثلاث نواب بيطلع لهم وزير أو أربعة، هو السنة المستقلين بيطلع لهم وزير. كيف سيواجه اليوم رئيس الحريري بالسياسة؟ يمكن عم يرفض، ما بده يعترف بوجود شركاء له داخل الطائفة السنية. بس نتائج الانتخابات النيابية هلأ عم يبعثوا لي الدكتور زياد رفيقي عم يبعث لي أنه 45% جايبين من الأصوات، أنا قلت 40 معك. نعم. هلأ عم بيقول لي لا 45، وهو معروف دكتور زياد نصر الدين دكتور بالاقتصاد والأرقام شاطر يعني. نعم طيب بدي أرجع لك بس عذرني لأنه كمان من بيت الوسط اليوم في أجواء عن موضوع تشكيل الحكومة مع زميلتنا جوال بيونس. صباح الخير، يعطيك العافية جوال. ما هي الأجواء اليوم بعد ظهور العقدة؟ نعم العقدة السنية وأسرار رئيس الحكومة سعد الحريري على عدم أعطاء هذا يعني عدم حل. نعم يعني يمكن القول من بعد ما كان حكي أن العقدة الوحيدة المتبقية هي عقدة تمثيل القوات اللبنانية، وحلت هذه العقدة بالأمس بقبول القوات بما كان معروض عليها، برزت إلى الواجهة عقدة تمثيل سنة 8 أدار، هذه العقبة خليني أقول العقبة الوحيدة التي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة سريعا. هذه العقبة جوزيفين كان البعض يظن أنه لن تؤخذ على محمل الجد، ولكن حلفاء سنة 8 أدار وأعني هنا حزب الله وحركة أمل والرئيس بري تحديدا وأمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله جديون جدا في هذه المسألة، وبحسب ما علمنا مصادر مقربة من حزب الله تؤكد وتجدد التأكيد عبر الـ OTV اليوم أنه لن تسلم أسماء وزراء حزب الله إلى الرئيس المكلف سعد الحريري إلى أن تحل مسألة توزير سنة 8 أدار. وحتى من مصادر الرئيس نبيه بري مصادر رفيعة في حركة أمل موقف ذاته ينسحب على حركة أمل. أما بالنسبة لبيت الوسط هنا حيث أنا موجودة فليس هناك من أي جديد بالنسبة لهذه العقبة، وأصلا الرئيس المكلف كان يعتبرها خارج إطار جدول أعمال التأليف. وحتى اليوم صباحا سألنا مصادر مقربة جدا من الرئيس المكلف ما إذا كان بعده على موقفه، تقول هذه المصادر طبعا وإذا كان بدهم يلاقوا يوزروا سنة 8 أدار من حصة الرئيس المكلف يرجع يجدد الموقف، يقول خليني فتشوا عن غير سعد الحريري. إذن حتى الساعة في بيت الوسط لا جديد باستثناء أنه هناك مواعيد ليست حكومية، مواعيد عادية على جدول أعمال الرئيس المكلف. علمنا أنه هناك اجتماع لكتلة المستقبل عند الساعة 5، ولكن يبدو جوزيفين أنه ستترأس النائب بهية الحريري الطلعة إلى بعبدة، زيارة قصر بعبدة، تنتظر يعني ما سيتم الاتفاق عليه حول هذه العقبة توزير سنة 8 أدار. علما أنه نحن اتصلنا بالنائب فيصل كرامي صباحا وهو قال وشدد التأكيد وشدد على أنه حلفائنا متمسكون بتوزيرنا، وقال أنه على الرئيس المكلف سعد الحريري أن يجد هو الحل أو المخرج الملائم، ويلي نطر القوات 4 أشهر
يمكن انتظار، يمكنه أن ينتظر بضعة أيام. أعود وأكرر أنه هذا الكلام على لسان النائب فيصل كرامي يلي رح يكون لنواب سنة 8 أدار، اجتماع قد يكون مفصلي يعني اليوم حوالي ساعتين مع الرئيس نبيه بري، من بعدها رح يتوجهوا للقاء الحاج حسين خليل، ومن بعد هذه الاجتماعات المكثفة مع حزب الله والرئيس نبيه بري حركة أمل قد يكون يعني أقول قد يتم الاتفاق على مخرج ما أو على أي أمر قد يسهل زيارة بعبدة خلال هذه الساعات. يعني قد يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدة إذا ما ذللت هذه العقبة، أو حتى هناك معلومات تقول أنه حتى لو لم يتم الاتفاق على مخرج نهائي قد يزور الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدة للتشاور مع رئيس الجمهورية في هذه المسألة. ولكن هذه طبعا تبقى رهن كل الساعات المقبلة، تبقى هذه العقبة الوحيدة أمام ولادة الحكومة العتيدة. نحن طبعا أي جديد سنوافيكم به من هنا من بيت الوسط، ولكن أشدد التأكيد أنه بالنسبة لبيت الوسط والرئيس المكلف ليس هناك من جديد، ويلي بدهم هن يوزروا سنة 8 أدار يعطون من حصتهم. نعم. هذا الكلام نقلته عن مصادر الرئيس المكلف سعد الحريري. يبقى الكلام يمكن الأخير والمهم طبعا لموقف أو نترقب موقف رئيس يمكن الجمهورية، ما إذا كان هو سيجد المخرج النهائي. نعم. شكرا لك جوال بيونس على هذه الرسالة. شو رأيك، رئيس الجمهورية مستعد أنه يتنازل كمان مرة من بعد ما أعطى نيابة رئاسة الحكومة؟ رئيس الجمهورية منه مضطر، هو تبادل مقعد بينه وبين المستقبل رئيس الحكومة، بده يجيب سنة عوني، سنة من فريقه يعني من فريقه السياسي. أما سنة 8 أذار فحيثيتهم هي اللي بتمثلهم، حيثيتهم الشعبية والسياسية وتحالفهم مع فريق المقاومة، وبالتالي رفض توزيرهم قد يؤدي إلى أنه تتعطل الحكومة لفترة، وإذا بده يعتزل الرئيس الحريري قد يتم تكليفه مجددا ولكن بشروط جديدة. بده يعرف الرئيس الحريري أنه المناخات التي كانت تسمح في السابق أنه هو يكون التمثيل السني الوحيد تغيرت الآن بعد انتخابات 2018 وبعد التحولات الكبرى التي جرت في المنطقة. يعني هن لو ربحانين بسوريا بالعراق باليمن كان الواحد بيقول عندهم ملفات وأوراق يمسكونها لكي يستخدموها ويصرفوا نفوذ بالداخل. كمان العهد اليوم ما بقى قادر يتأخر بتشكيل حكومة لأنه هو أيضا متضرر كبير من هذا التأخير، وبالتالي الرئيس سعد الحريري يدرك تماما أنه هذه الورقة لصالحه أيضا. العهد بده لازم يكون عنده حكومة، بس بالمعنى الاستراتيجي إذا فكرنا بهذا الرئيس اللي اسمه الرئيس ميشيل عون، يعني بالنسبة له خروج السنة القوي يعني وعدم وجود رئيس حكومة، إذا جاب رئيس حكومة ألطف شوي، بالعكس هو بيكون عم بيروح على خيار أكثر له. ليش هذا خيار يا أستاذ غسان؟ اليوم يعني اعتذار رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف والاتيان برئيس آخر هو خيار؟ هو غير موجود يعني هذا الخيار. هلأ مش موجود الآن بس ممكن يصير بعد شهر خيار، ليه يعني؟ ليش عم تقول حضرتك إنه معقول كمان تتشكل تتأخر الحكومة لتتشكل بعد شهر كمان؟ يعني إذا يعني هل هذه الأجواء اليوم سلبية من بعد ما امبارح كنا عطرين أنه بين لحظة والتانية تتشكل؟ إذا البعض بدون يمارسوا تهويل على حزب الله أنه أنت بتحمل مسؤولية، طيب ليه ما مارسوا نفس التهويل على القوات بالخمس أشهر الماضية وعلى العقدة الدرزية؟ مين قال ما مارسوا؟ لا ما اتهم هذا الكلام، اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير شعشع بأنه من يعرقل. مين قال ما مارسوا؟ هذا التهويل ما حيأثر بموقف حزب الله. حزب الله يريد عنده 33 نائب هو وحركة أمل، 33 نائب بس بيطلع لهم 6 وزراء، طلع لهم 6 وزراء شيعة بس بيطلع لهم،
واحد سنة يعني. بدي أتوقف عن فاصل إعلان، من بعد فاصل إعلان بدنا نحكي شوي بموازين القوى في الحكومة. هل هذا اليوم النقاش أو العقدة اليوم ظهرت من بعد ما انعملت الحسابات أنه التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية بيحصلوا على نصف زائد واحد؟ هل هذا يعني كله بيهدف إلى استغناء رئيس الجمهورية أيضا عن وزير؟ طبعا بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية جمال خاشقجي والتطبيع مع إسرائيل بالمحور الثاني. فاصل قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى حلقة حوار اليوم مع ضيفي أستاذ غسان جواد رئيس تحرير موقع بيروت بريس. مجددا من بعد ما حكينا بالتفاصيل عن الحكومة، اليوم في حديث عن أنه في قراءتين. القراءة الأولى تقول أنه كان الهدف هو إحراج القوات اللبنانية لإخراجها من الحكومة من بعد ما قبلت بما سمي أنه تنازل من الستة للأربعة. اليوم ظهرت هذه العقدة اللي تعود بالأمور إلى المربع الأول، وبالتالي إمكانية أيضا أن يعود الحديث بكل العقد والعقد المسيحي لإخراج القوات. إلى أي مدى توافق على هذه القراءة؟ أنا بالنسبة إلي المشكلة ما كانت بالنقاش مع القوات حول حجمها. يعني في الواحد يقول انه حجمه عظيم وكبير حسب هو كيف من اي زاوية عم بيشوف، وفي يقول حجمه عادي طبيعي مثل غيره من القوى. المشكلة مع القوات عند فريقنا، فريق 8 اذار او فريق المقاومة، هو انه القوات هي نقطة ارتكاز للسياسات السعودية في لبنان، وبالتالي هي كانت رأس حربة بالمرحلة الماضية بمرحلة احتجاز الرئيس الحريري ومرحلة المراحل الكثيرة بدأ فيها أن السعودية تبني سياساتها في لبنان على القوات اللبنانية، ومن هون الخشية والحذر من القوات. بس أستاذ غسان، ليش القوات لوحدها بدي أفترض أنه هي إذا بدك عندها مرجع المملكة؟ النائب وليد جملاط كان في إله وفد هنيك، راح على المملكة ومن بعد زيارته للمملكة غرد ضد العهد. الرئيس سعد الحريري من هذيك الجمعة كان إلى جانب الملك محمد بن سلمان ولي العهد. يعني لماذا اليوم بس حصر القوات اللبنانية بهذا الخندق، مع العلم أنه في أكثر من كل كتير قوى سياسية؟ وليد جملاط من أول لحظة أنا قلت رجل سياسي واقعي وقابل للتسوية، وهذا اللي صار بالعقدة الدرزية، رغم أنه بيّن أنه أو انحط بإطار أنه عم يتشدد لأنه طلبوا منه السعوديين. حنحلت العقدة الدرزية. الرئيس الحريري لما فات بالتسوية الرئاسية وبعدين اللي صار بعد أزمة الاحتجاز، صار عنده علاقة شخصية خاصة مع العماد عون يمتزج فيها الشخصي بالمصلحة. يعني هو كرئيس حكومة مصلحته يكون منيح مع رئيس الجمهورية، وأيضا تكونت علاقة شخصية بعد أزمة الاحتجاز من خلال الموقف اللي عمله رئيس الرئيس. بيبقى بس كان القوات اللي هن حتى بأزمة الاحتجاز كانوا عم يدافعوا عن الموقف السعودي. طيب. وعم بيبرروا له. لما اجى سعد العلولة اللي هو موفد سعودي على لبنان، اجى قال طالع على بيتي عم عراب، يعني هن بيعتبروا بيتهم الأول. طيب. هو هل هذا بيعني هذا هو الخلاف؟ ايه نحن طب هل هذا بيعني انه عدم اعطاء القوات اللبنانيه بحسب حجم النيابه بمجلس الوزراء بسبب موقفها من هذا الموضوع؟ انا قلت لك من الاول انه انا بالنسبه لي ما كان النقاش هو شو حجم القوات، تاخذ 5 وزراء او 10 او 3، النقاش هو ما هو دور القوات والمهمات المناطه فيها بالمرحله المقبله، وهي راس حرب في السياسات السعوديه. عن اي سعوديه نتحدث؟ عن السعوديه اليوم المحتاجه لاسرائيل التي فتحت الخليج امام، وهذا اللي بدنا نحكي فيه انا وياك اليوم هلا، اللي فتحت الخليج امام دخول إسرائيلي غير مسبوق، بلش بسلطنة عمان، انتقل لوزيرة الثقافة الإسرائيلية بإمارات، وعم بتزور مسجد الشيخ زايد. صح. يعني حتى في فريق أولمبي إسرائيلي بقطر كمان، على الرغم من الخلافات بين قطر وإسرائيل، وهنالك كلام عن صفقة القرن وما إلى ذلك. فبالتالي نحن اليوم أمام خطوات سياسية عم بتقوم فيها السعودية بالمنطقة قد تفجر المنطقة من جديد. طيب. لأنه فتح الخليج أمام إسرائيل هذا مش رح يمرق، يعني هذا بيشبه زيارة السادات لكامب ديفيد. وإذا بكرة شفنا إسرائيل
موجودة بالرياض، فهذا بده يرجع يأزم الواقع السياسي بلبنان. وإذا شفنا ناس لبنانيين بده يطلعوا يتماهوا مع الرياض الجديد المتحالف مع تل أبيب، بده يعمل مشكلة هذا بالبلد. فمن هلأ الناس بدها تنتبه بموضوع الحكومة، إنه نحن ما فيني أنا والله أقبل يروح حزب الله يقعد بالحكومة محاصر، لا عنده سنة حلفاء، لا عنده دروز حلفاء، عنده هالتيار الوطن الحر وحركة أمل. بحق له يكون عم بفكر بشبكة أمان وطنية من ضمن سني ودرزي. طيب. هلأ هني ما بدهم يزعلوا الأستاذ وليد جنبلاط كتير، فمشوا بتسوية بموضوع الدرزي، وكان الرئيس بري عراب وضامن في هذه المسألة أنه ما بيطلع هذا من الحكومة، ما بيستقيل، ما بفجر الحكومة، لأنه هذا اللي كان المعطى الميثاقي بالموضوع الدرزي. اثنين، بيبقى السنة، السنة هودي مش يعني حتى اللي ما تمثلوا، عندك مجموعة ومروحة واسعة من الشخصيات السنية اللي موجودة بالمجلس النيابي وخارج المجلس النيابي. أصلا حزب الله إذا غامر وراح على تسوية رح يخسرهم، رح يخسرهم. ليش هن مستردين عليه؟ شو عم بيقولوا امبارح؟ شو عم بيقول جهاد الصمد؟ لحظة بس، ليش موقفهم السياسي المبدئي المفترض هو متعلق بمقعد الحكومة؟ لا، هن بدو يجي يقولوا لحزب الله انه ولو ما نحن وقفنا معك بالازمات لما كان تيار المستقبل عم ببرر لاستهدافك وضربك بالضاحية الجنوبية، ويقول هذا بسبب مشاركتك بسوريا، ونحن وقفنا معك غطينا وطنيا المعركة بسوريا والمعركة بالعراق وباليمن، في البعض من السنة راحوا معه على اليمن. طيب. انه بيجي هو هلا هذا الحزب الذي اتصف بالوفاء، الذي اتصف بانه سنتين ونص عطل المجلس النيابي بيقوله لحتى يوصل العماد ميشيل عون، هلا بده يترك السنة لانه وقفوا معه واخذوا خيارات استراتيجية. طيب. وبالتالي وامتى هو ربحان بالمنطقة؟ طب وبالتالي بس عم بتقلي لننهي موضوع الحكومة، رئيس سعد الحريري عم يتصرف كانه هو ربحان. أيه. وعم يتصرف كانه فريقه بالمنطقة ربحان، وبالتالي ما في حكومة اليوم اذا ما تمثلوا هؤلاء السنة، حتى لو طال هذا الامر، حتى لو طال هذا الامر. اليوم امبارح الكلام جهاد الصمد والوزير فيصل كرامي وبعدين رئيس الحريري هادي انه روح فتش على غيري، هذه حزب الله التعاطي الإيجابي معه، وأنه التغنيجك اللي غنجوه إياه بفترة من فترات خلته يعتقد أنه ما في رئيس حكومي غيره بلبنان. بس ما هو يملك هذه الورقة يا أستاذ غسان، هو لا يمكن لأحد أن يلغي هذا التكليف. الدستور اللبناني أعطاه هذه الورقة، أنه اليوم هو بيقدر يضل رئيس حكومي مكلف. ايه بيقدر يعني هذا، بس هذا لوين بيترك لاحقا؟ بيترك انه باي لحظة تختل التوازنات الداخلية بيصير الاطراف السياسيين بده يروحوا على طاولة مستديرة دوحة بلاس، مش وطائف بلاس كمان، مش دوحة وبس، يعني اللي هو جرعة من الحياة لاتفاق الطائف. نعم. لا، بصير بيجوا بيقولوا في ثغرات بالدستور بينت من خلال الممارسة، خلينا نقعد نعالجها. طيب يعني بدي انت بدي احكي الطائف هو موازين قوى سقطت. صح. سين سين سوريا السعودية برعاية ومظلة أمريكية وأوروبية، هذه سقطت. عملوا لها جرعة حياة بالدوحة بال2009. نعم. ورجعوا حاولوا يعملوا لها جرعة حياة بأكثر من تسوية موضعية بال2013 وال2014 لما تشكلت حكومة تمام سلام، وبعدها رجع شكل حكومة الرئيس الحريري. وهلأ فتنا على عهد كمان في معطى جديد اسمه ميشيل عون وعودة المسيحيين. كله هيدا ما بيصب بخانة انه الرئيس الحريري يحكم مثل ما حكم من 2005 إلى 2017 أو 2018 الآن. نعم. بده يكون له شركاء ضمن السنة. نعم. طيب بدنا ننتقل لموضوع الخاشقجي. هل إلى أي مدى اليوم الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بموضوع جمال خاشقجي ستؤثر عليها وعلى سياساتها في المنطقة؟ لحتى انتقل من هذا الموضوع مباشرة لصفقة القرن التي تشترك. خلينا بس نقول شغلة أنه موضوع خاشقجي هو مش أزمة سياسية، موضوع خاشقجي هي جريمة موصوفة ارتكبت بوضح النهار. فات واحد على القنصلية ليمضي ورقة زواج، طلع مقطع ناشرينه. هلأ فاتت بالبازار الدولي، التركي عم يبتزن والأمريكاني عم يبتزن ليرفعوا السقف، ولكن أخلاقيا هي فضيحة عالمية على مستوى كبير. لن يستطيع لا الأتراك ولا الأمريكان يلاقوا تسوية
تقدر من خلال السعودية أن تمحي ما جرى هيك كليا. يعني أولا ولي العهد السعودي لم يعد يستطيع أن يحكم كما كان، لم يعد يستطيع أن يحكم كما كان لأنه كانت مفتوحة أبواب العالم أمامه، أوروبا وأمريكا والعواصم كلها بوصفه هذا الإصلاح التحديثي المتنور. فإذا اكتشفوا بقضية خاشقجي أنه بعده بينتمي للعالم القديم، مفهوم الدولة القديمة، لما هلأ في تقارير بتقول أنه قطعوا له راسه وحطوه بشنطة وأخذوا له إياه، يعني بعدنا مثل أيام الخلفاء والملوك السابقين أنه روحوا جيبوا له راسه لهيدا، ما بيشفي غليله إلا إذا شاف راسه مقطوع. هذا ما بيشبه الحداثة والتنوير والتطوير اللي حكي فيه هو. وإضافة لذلك موضوع حقوق الإنسان، صح الدول فيها تعمل تسويات، بس منظمات حقوق الإنسان والرأي العام بالعالم قادرة على مواجهة محمد بن سلمان بأي زيارة بده يقوم فيها وبأي صفقة سلاح صح. وبأي حملة علاقات عامة بده يقوم فيها. بس هذه كيف بتأثر بمصالح الدول؟ كيف بتأثر بمصالح أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في عندها مصلحة مشتركة عميقة مع عم بيراهنوا على الوقت، عم بيراهنوا على الوقت. ولكن اليوم مصيره لابن سلمان بإيد الأتراك. إذا سرب الأتراك التسجيلات الصوتية التي تتحدث عن القتل صح. بهذا الشكل مزبوط. يصبح في الإمكان البحث في محكمة دولية، البحث في مزبوط. بس الأتراك نفسهم أيضا هن بحاجة لكتير ملفات عالقة بالمنطقة إلى حل وإلى إعادة تعويل نفسهم، وبالتالي عندهم أوراق كتير يساوموا عليها. عندهم أهداف استراتيجية الأتراك، من ضمنها زعامة العالم الإسلامي السني ووضع كل هذه الدول بإطار الوصاية التركية، لأنه هن عم بيقدموا نفسهم كدولة عاقلة عندها مؤسسات ملتزمة بالقانون الدولي، عندها مخابرات، عندها قضاء، بالوقت اللي دول مثل السعودية عم تبعت تقتل معارضينها بالقنصلية تستدرجهم. هذا النموذج وهذا النموذج. عم بيقدم حاله أردوغان والدولة التركية نموذج الدولة الإسلامية العاقلة. صار لهم الغرب من وقت طلعت القاعدة عم بيفتشوا على قيادة سنية إسلامية عاقلة أو معتدلة، شو بدنا نسميها، قود المسلمين. في مشكل بهذا الجانب. إجا أردوغان قدم نفسه بهذا السياق مقابل مصر ضعيفة والسعودية هذا الجنون. هلأ في تسويات بالسياسة بالتأكيد، ولكن محمد بن سلمان لم يعد يستطيع أن يحكم كما كان، وبالتالي بدنا ننطر لقدام شوي لحتى نشوف بأي مآلات ستذهب هذه القضية. والأكيد بأنه السعودية أضعف مما قبل محمد بن سلمان على المستوى الدولي وعلى مستوى السياسة الدولية. هلأ عنده إسرائيل اليوم، يعني أنا أتوقع بأي لحظة نشوف محمد بن سلمان بتل أبيب كما ذهب السادات في العام 77. نشوف محمد بن سلمان بتل أبيب، يعني تركيب محور جديد علني اللي كان بالثمانينات والتسعينات سري بيطلع يطفو على السطح ويصبح علني، وبالتالي عودة الاصطفاف في المنطقة بين إسرائيل السعودية وحلفاء إمارات وبحرين وربما مصر كمان، وبالمقابل إيران وحلفائها التي تتقاطع مع تركيا في العديد من الملفات. يعني بنشوف هذا، بده ينتبهوا له اللبنانية أيضا هذا المشهد. بال 77 لما راح السادات على القدس انفجرت بالأشرفية وقتها حرب الميت يوم. شو هي حرب الميت يوم؟ يعني عم بعطيهم كيف بينعكس الخارج على الداخل للناس. 77 ليش اليوم كيف ممكن 77 اليوم كيف ممكن شو بدي بسوي طبعا كيف ممكن اليوم كيف تنعكس وقتها كيف انعكست؟ انعكست كان الجيش السوري فات ليساعد الدولة اللبنانية آنذاك بمواجهة المنظمات الفلسطينية والحركة الوطنية. بال 77 لما راح على القدس أنور السادات صار مضطر ياسر عرفات والرئيس حفظ الأسد، الرئيسين عرفات والأسد صاروا مضطرين يتقاربوا. هذا التقارب أزعج الله يرحمه بشير، فانفجرت حرب الميت يوم بالأشرفية. طيب اليوم كيف يمكن أن تنعكس هذه الزيارة في حال حصلت؟ إذا صار في مواكبة داخلية للعقوبات لهذا المنطق بأنه يلا بدنا نحلها ونحن لبنان وخلصونا، وينسوا أنه بعد عنا أرض محتلة، وبلش التآمر مجددا على المقاومة والتآمر على حلفاء المقاومة ومحاولة القول أنه هذا العهد هو عهد
متحالف مع حزب الله وتدفيعه ثمن ذلك بينفجر البلد إذا اختلت التوازنات القائمة اليوم. وحاول البعض أن يرتب، مع أنه أنا بعتقد هني أضعف من أنه يرتبوا على أي خطوات مستقبلية بالمنطقة مضمون داخلي لبناني. لا يبدو الرئيس سعد الحريري في هذا، يعني في هذا السياق هو ناشط، ليش كان طاير عقله أنه رضي عنه الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي بس هو برضو مصالحه هناك، هو واحد غيره. نعم بس هو برضو كنا نقول انه حضرتك هلا قلت انه سمير جعجع هو الرجل السعودي الاول بين مزدوجين في لبنان، واليوم كمان كان جو الرئيس سعد الحريري على الرغم من انه هو مثل ما انت قلت طير عقله بالمصالحة مع محمد بن سلمان، كان عم بيقول انه اذا ما بتقبل القوات بهذه الشروط فلتخرج من الحكومة، وهذا يتناقض مع فكرة انه هو ينفذ ما يملي ما عليه. ما طلع منه لرئيس الحكومة هذا الكلام، اجواءه هيك قالت، ما طلع منه هذا الكلام اجواءه، وهو لا يستطيع ان يسير بالحكومة بدون القوات، والقوات لم تكن لتقبل بالحكومة بدون أن تشارك فيها. هاي خبرية أنه كانوا عم يجتمعوا قال مبارح وما بدهم يشاركوا، هذا كليشيهات للرأي العام اللبناني اللي البعض منه بعده بيمشي بهالخبريات. هن بيعرفوا إذا ما شاركوا بهذه السلطة بالأربع سنين المقبلة ميشيل عون وجبران باسيل بيجتاحوا الشارع المسيحي مع حفظ الألقاب والسنة بحسنوا وضعهم اللي هن ضد سعد الحريري. وبالتالي يعني طيب بس سعد الحريري، رئيس الحريري تصالح مع الأمير بن سلمان بعد أزمة خاصيق، يعني مش تصالح بمعنى صار في نوع من تقارب وفق هاي المصيبة يعني. وهذا رح يخليه يمشي. بس هل هذا يعني أنه هو رح يمشي بهذا الخيار؟ ما قبل كمان كنا نقول أنه الرئيس سعد الحريري وقتها مشي بخيار التسوية مع رئيس الجمهورية وبتدوير الزوايا مع حزب الله. بصير بالمنطقة، نحن ما عم نحكي عن منطقة. ليش مشي بالأزمة بالحرب ضد سوريا؟ ما هو كان نفس الشيء عم يحكي قبل 2011. بس هو اليوم يدرك أنه هو قبل 2011 والدليل خطابه بعد المحكمة الدولية يا أستاذ غسان. لو حدا، لو هو الرئيس سعد الحريري يريد أن يكون رأس حرب مواجهة حزب الله في لبنان كان قال غير هذا الخطاب في المحكمة الدولية. بالمحكمة الدولية هي بتشبه الخطاب اللي هو عم يحكيها السنتين مزبوط. اللي قاله قدام المحكمة مزبوط. الدولية قبل 2011 هو كان يحكي شيء بيشبه هيك، انه ما نعمل نلم البلد لما اجت التعليم الخارجي بالاندماج والانخراط بقوة بالأزمة السورية، كل فريق الرئيس الحريري انخرط بالأزمة السورية بقوة بالتسليح وبالتمويل وبالإعلام وحتى بتغطية الأعمال الإرهابية. شو نسينا يفجروا بالضاحية، يطلع نائب من المستقبل يقول ايه هذا بسبب مشاركة حزب الله بسوريا، يعني هذا حتى بهذا المستوى وصلوا بالتغطية. إذا جاي مشروع كبير على مستوى صفقة القرن وإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، مع أنه بيستبعد يقدر يوصلوا لها طالما في فلسطيني عم بيقول لا، ومبارح المجلس المركزي الفلسطيني علق الاعتراف بإسرائيل اللي كان قائم وفق منطوق أوسلو وعلق التنسيق الأمني، وهذا جيد ويؤشر أن السلطة الفلسطينية لم تعد بوارد أن تغطي التفريط بالقضية الفلسطينية بهذا الشكل. فإذا جاي على المنطقة مشروع بمستوى صفقة القرن، على اللبنانيين أنه ينتبهوا، وعلى اللبنانيين أنه الفريق اللي قد يتماهى مع هذا المشروع أنه ينتبه. ما عاد في ساحات بالمنطقة، الساحات عم تغلق، وبالتالي ما يحولوا لبنان لساحة لتوجيه رسائل للمقاومة وعبر لبنان. بدي أسألك سؤال، بكرة العقوبات كيف بدو يتعاملوا معها؟ في يكون تعامل عدي ويحموا بيئة المقاومة وهذه مسؤولية الدولة والحكومة، وفي يكون لا سداح مداح مفتوحة الأمور، أي واحد بحط إعلان على المنار بيعاقبوه، أي واحد يمكن يطلع على المنار بيعاقبوه مثلا. هذا ما بيسم البلد، ما بيسمم البلد. فأنا عم أقول جاي مرحلة صعبة. المقاومة من حقها، هذه المقاومة اللي ضحت وقاتلت ودافعت مشان لبنان وضحت بالسياسة أكثر من مرة، من حقها أنه تفكر بشبكة أمان وطنية داخلية. ومن حقه نهو السنة
اللي وقفوا معه بالخمس سنوات 7 سنوات الماضية انهم ايضا يتمثلوا بالحكومة ويكونوا حاضرين وواقفين برمزيتهم السنية، طالما نحن عم نحكي سني وشيعي ودرزي وعلوي وما بعرف شو. طيب إلى أي مدى عم تقلي حضرتك تستبعد أنه يمشوا بصفقة القرن؟ اليوم في حديث عن أنه الثمن الذي ستطلبه الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا من ولي العهد محمد بن سلمان للتغطية على جريمة الخاشقجي هو السير علنا بصفقة القرن، ويمكن زيارة ربما إلى تل أبيب بتعيد الزمن إلى الخلف. إلى أي مدى اليوم صفقة القرن يمكن أنه تنفذ، خصوصا وأنه بقدر ما في ناس يمكن تكون مشاركة، بقدر ما في دول هي ستقاوم هذا الموضوع في المنطقة، وهل يمكن أن يؤدي هذا الموضوع إلى حرب؟ لأنه إلى حرب، يعني حرب واسعة يعني. طبعا أنا يعني بعتبر العمل على تمرير صفقة القرن قد يؤدي، إذا هيك كانت الحسابات غير دقيقة، يؤدي إلى مواجهات بكل المنطقة وأولا غزة قبل لبنان، يعني لأنه هذا مشروع يريد الانتهاء من القضية الفلسطينية وتفتيتها تدريجيا وإلغاء أهم عوامل شخصيتها وهن اللاجئين والقدس. بس مين ممكن يواجه هذا المشروع؟ في هلا محور المقاومة وإيران وسوريا وحزب الله، هو هن. بس كيف غير كيف عدا ذلك نحن رهاننا على الفلسطينيين في الداخل. ما حدا هالمرة رح يقدر يقاتل عن الفلسطينيين، بيقدر يدعمهم، بيقدر يبعت لهم سلاح، بيقدر يبعت لهم مصاري، بيقدر يدعمهم إعلاميا وسياسيا، ولكن هالمرة المعركة داخلية. داخل فلسطين هن بدهم يخوضوها، ولكن تداعيات صفقة القرن يعني بدهم عم هلا حصار حزب الله هو شو؟ هو لمنعه من أن يكون حصاره اقتصاديا ومعاقبة إيران اقتصاديا وكل هذا الأمر، حتى تعليق الإعمار في سوريا والقول بأنه ما رح نقبل بإعادة الإعمار إلى حين، كله هيدا له علاقة بتطويق وإضعاف ومنع من أن يلعبوا دور في صفقة القرن، في مواجهة صفقة القرن، منع من أن يلعبوا دور في مواجهة صفقة القرن. بالمقابل بموازاة هذا الضغط على محور المقاومة من إيران إلى سوريا وحزب الله، عم يجري فتح الخليج بشكل مخيف أمام الإسرائيلي. يعني نتنياهو في مسقط مش صورة تقليدية، صح مظبوط، نتنياهو في مسقط، مسقط اللي هي بمكان ما هي سويسرا الخليج، دولة محايدة ما بتفوت بالصراعات، هي صندوق بريد ما بتاخد مواقف حادة. هلأ البعض عم بيقول هذا عم يفتح خط مع الإيرانية، من هلأ أنا بقول له هذا الكلام غلط، لأنه ما طبيعة النظام بإيران قائمة على العداء لإسرائيل، إذا غير هذا النظام من ماهيته القائمة على العداء مع إسرائيل بيكون عم يضرب حاله، هو عم يضرب شرعيته، ثلاث أرباع شرعيته الخارجية قائمة من تبني للقضية الفلسطينية. فلا، هذا الزيارة على عمان هي نوع من تمهيد لزيارة الرياض لكسر الصورة، يعني وهذا الاحتفاء بوزيرة الثقافة الإسرائيلية بهذا الشكل وملبسينا الزي الإماراتي وماخدينا على مسجد زايد بن سلطان. طب ما واضح الأمور، يعني واضح واضح مآلات وواضح الأهداف من هذه الصورة. طيب، هي كسر فكرة العداء لهذا الوحش والتطبيع الإسرائيلي والتطبيع وتحويله إلى إنسان. نعم، أنسنته بيلبس مبيتي وبيفوت أنسنت العدو، يعني أنسنته بالضبط. بس طيب، وسط كل ما تقوله حضرتك هلأ، يعني في حديث أنه مظبوط في هذه الخطة، بس بالمقابل ما في قدرة على مواجهتها، ما في قدرة. هلأ سوريا لا تستطيع، حزب الله لا يستطيع فتح هذه الحرب، إيران ما بعرف قديش قادرة تفتح هذه الحرب، مين بده؟ ما لا في قدرة طبعاً على المواجهة. ما حدا بهذا الفريق هو يعني عم بيشتغل ليفتح حرب، هو يمانع المشروع الإسرائيلي ويراهن على التراكم الزمني
وهذا نظرية الرئيس حافظ الأسد اللي هو عم بيعرضوا الميادين هلأ. الرجل الذي لم يوقع احتفظ بتوقيعه، كان العالم العربي كله منهار أمام إسرائيل وعم بيروح على إسرائيل باستثناء سوريا وكم دولة عربية، لم يوقع وقال اتركوا هذا الصراع للأجيال، للأجيال لما بصير في توازن بس استراتيجي. الزمن بس الزمن بيدل على أنه مع مرور الزمن القضية الفلسطينية يتم تصفيتها سنة بعد سنة. يعني أما إذا بده يجري استهداف هذا المحور وضربه بلا بيقدر يحارب كيف ساعتها. يعني استهدافه وضربه يعني كيف إذا بدنا يعني أنا برأيي الحرب لمصلحة إيران هلأ، الحرب بالخليج الآن إذا بدك تخيري الحرب عسكرية يعني إيه؟ ما في حرب عسكرية، عم يعني بيصير في خطة اقتصادية للتطبيع، حرب اقتصادية لتطويق ومحاصرة ومنع من الوقوف بوجه التطبيع صح. وصفقة القرن إيه؟ إيران إذا بدك تتركيها أمام خيارين، إما الموت الاقتصادي البطيء وإما الحرب، بيصير بالنسبة إلى الحرب تجدد مكنة الدولة والمجتمع والنظام وبيصير يمكن خيار أفضل من الموت الاقتصادي البطيء والحصار. وحتى الحرب هي تجدد الاقتصاد، يعني هي تظهر بتجدد المكنة تبع البلد كله. أما إذا بقيت الأمور بالسياسة وأنه نحن توازنات ودعم فلسطينيين، دعم المقاومة الفلسطينية، المحور المقاومة أكيد هو مع دعم المقاومة الفلسطينية ورفض، وإذا ما حدا فلسطيني وقع لن تمر صفقة القرن. القدس وفلسطين وعودة اللاجئين مش ورقة بجيبة محمد بن سلمان ولا بجيبة أي طرف عربي لا يقدر يروح يبيعها للأمريكان والإسرائيلية مقابل أنه يبقى بالسلطة. لا، هذه بجيبة الفلسطينيين. طبعا الواقع الفلسطيني سيء، هناك انقسام فلسطيني، هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة. امبارح بيقول الرئيس محمود عباس لا حل بلا غزة ولا حل من دون غزة، يعني لا حل على حساب غزة ولا حل من دون غزة. بمعنى انه لا حل بتقسيم القضية الفلسطينية ولا حل على حساب غزة، بمعنى استضعافها واستفرادها. وبهالمعنى تكون الموقف الفلسطيني وتصاعده بالمرحلة المقبلة بيساعد محور المقاومة على الاستمرار في رفض صفقة القرن. اليوم أردوغان عم بيقول يعني بالإضافة إلى مسلسل المواقف حول جريمة قتل جمال خاشقجي اللي هو كل يوم عم بيسرب يعني معلومة جديدة، موتهم روحهم قد ما اشتغل ببطء، كتير عم يشتغل ببطء بدليل يعني. وهذا يدل على شو؟ على أنه هو يحضر لتسوية، ما هيك؟ يعني هو فتح البازار، إما تسوية وإما شو؟ لأنه بيقول هناك مسرحية تلعب على في قضية اغتيال خاشقجي من أجل إنقاذ شخص ما، وطبعا يعني هو مين عم يحكي؟ عن ولي العهد. ولي العهد ما عاد قادر يحكم، وأردوغان حطه براسه واضح يعني. حطه براسه ولا هو يطالبه؟ لأنه هو منافس جدي، يعني طموحه لولي العهد وعمره وإمكانياته بتحطه أنه ممكن يكون منافس جدي. أظهروا بهذه الأزمة أنه غير عاقل وغير ودولة ما عندها مؤسسات ودولة بتقتل معارضينا. هذا المكسب لحد هلأ لوحده بالنسبة لأردوغان عم بيقدم نفسه أنه هو العاقل واللي عنده مؤسسات وبالتالي القادر على قيادة العالم السني الإسلامي. بس ألا يمكن أن يدخل بتسوية تحافظ على محمد بن بمقابل تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أردوغان حتى ترامب بالداخل قادر، واشنطن بوست يومي والسيناتورية الكونغرسمانية عم يعملوا معركة بوجه محمد بن سلمان، بس المستهدف فيها ترامب أيضا. أنه أنت هذا جبته، أنت عم تدعمه، أنت عم تغطي على جرائمه، وصارت مادة بالانتخابات. هلأ يمكن بعد 6 أيام الانتخابات النصفية للمجلس النواب والمجلس الشيوخ الأمريكي. حتى ظرف السياسي اللي جاي فيه هاي القضية والتسريبات والكمية النخب العالمية اللي فاتت على الموضوع بتخلي الواحد يقول ممكن التسوي ولكن صعب جدا. ممكن خلق ظروف تسوي حول هذه القضية بس صعب جدا، ما بقى حدا ما حكي بالموضوع. في توماس فريدمان، أوبرا وينفري،
هذا كان صديقهم يبدو جمال خاشقجي، هودي النخب الأمريكية بشكل شخصي، سايمور هيرش، أمانبور، هذه المراسلة CNN الشهيرة، ما بقي حدا من هالنخب العالمية إلا ما كتب وطلع صاحبي وجمال وبيتراسل هو إياه وبيلتقي هو إياه، فخلى هذه القضية تصير صعب طمسة بدون تعريض الأخلاق الدولية والرأي يعني وفكرة القيم الغربية اللي نادوا فيها، نعم. تعريضها لامتحان صعب. نعم. طيب. يعني هلا أي تسوية بصير الواحد يقول روحوا يعني أنتوا القيم تبعكم والأخلاق وحقوق الإنسان. ما بعرف كل هالكذبة هيدي. نعم. هلا أكيد في دول بتختال، كتير دول بتختال. صح. بس مش هيك. طيب خلينا ننتقل لزميلتنا جويس نوفل يلي هي موجودة بعين التاني لنشوف كمان أجواء الرئيس بري مع اقتراب أو مفترض اقتراب تشكيل حكومة، ما بعرف قديش بعده قريب. جويس صباح الخير، يعطيك العافية، خبرينا عن الاجتماع اليوم وعن زيارة النواب السنة للرئيس نبيه بري. نعم، يعني بالفعل لقاء النواب السنة المستقلين أو ما بات يعرف بسنة المعارضة كانوا أخذوا موعد للقاء رئيس بري من مبارح، يعني كانوا نوعا ما إذا أمكن القول كما أشرنا سابقا أنه كان معلوم أنه الحكومة ستتأخر قليلا بعد، فسيجتمعون مع رئيس نبيه بري عند الساعة 2:15، ومن بعد دغري عندما ينتهي الاجتماع مع رئيس بري سيتوجهون للاجتماع بقيادة حزب الله ممثل بحسب مصادر متابعة من عين التيني ومن قبل رئيس نبيه بري أكدت التمسك بما طرحه وما من يمثل حوالي 45% من الشارع السني التي أفرزته هذه النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، فالثنائية الشيعية تمسك بهذا الموضوع. أيضا مصدر مقرب من حزب الله قال للأوتي أنه الأمور يمكن أن تطول قليلا، أي الإعلان عن تشكيل الحكومة يمكن أن يأخذ وقتا قليلا بعد لإيجاد المخرج أو إيجاد التسوية أو الحل الأخير للعقبة، عقبة توزير أحد نواب سنة المعارضة. أيضا باتصال مع عدد من النواب المنضوين تحت سنة المعارضة وهم جهاد الصمد، فيصل كرامة، عبد الرحيم مراد، والوليد سكرية، قاسم هاشم، ويعني في هذا الإطار الكل أجمع في اتصال مع الأوجيبي أنهم يثقون بحلفائهم وأنهم يثقون بأن حلفائهم أي حزب الله وحركة أمل لن يتخلوا عن مطلبهم الأساسي بتمثيلهم في الحكومة، وهم ينطلقون من جوزفين. دعيني أقول أنه الرئيس الحريري لم يعد هو الممثل الوحيد من الشارع السني ولم يعد وحده من يتكلم باسم الطائفة السنية، فهم يقولون لماذا الثنائية في كل الطوائف الأخرى والأحادية فقط في الطائفة السنية، ومن هنا يتمسكون بأنه لا حكومة من دونهم وهذا ما يصرون عليه. وأيضا يلقيهم في هذا الطريق وفي هذا الموقف حلفائهم أي الرئيس نبيه بري وحركة أمل وأيضا قيادة حزب الله، وسبق خليل رئيس بري والي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن تحدثوا في هذا الأمر وأنهم لن يقبلوا بحكومة من دون أن يتمثل فيها الحلفاء. إذا نترقب وصول وفد النواب السنة عند الساعة 2:15 للقاء رئيس بري. كما ذكرت هذه الأجواء من قبل رئيس بري ومن حزب الله ومن قبل سنة المعارضة، وطبيعة الحال من وفيكم بأي جديد إن في المواقف أو إن في الزيارات التي يمكن أن تكون إلى عائلتي. نعم، شكرا لك زميلتنا جويس نوفل على هذه المعلومات. طبعا رح نكون معه عند انتهاء هذا اللقاء. كمان بدي اشكرك. خلصنا صرت واحدة الى ثلث. لا يمل معك. لا يمل استاذ غسان، اكيد. شكرا لك على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم، بس يبدو مثل ما عم تقول انه الاجواء مؤخرة. قبل ما انسى بس جملة، لما العماد عون بإحدى حكومات طلع من الرابية أعلن أسماء وزراء التيار،
انعمل حملة انه عم يعلنوا عم بيأثروا على او عم بيضربوا صلاحيات رئيس الحكومة، وهذا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بيعلنوا اسماء الوزراء. نعم. بالامس القوات اعلنت اسماء الوزراء وصاروا يعملوا عنهم تقارير والبيوغرافية تبعهم. صح. على التلفزيون فيهم واحد أنا برأيي لازم ينتبهوا له بقلب الحكومة، لأنه هو المنظر لكل سياسات صندوق النقد الدولي. وهيدا وجوده بالحكومة رح يكون خطير. مين هو؟ اسمه كميل، ما بعرف شو. هو يعني محامي الدولي باليوروب باوند، وهو منظر لسياسات الاستدانة، هو محامي الدولي بهذا الملف يعني. نعم. طيب. فهذا يمكن يكون عنده أشياء عم يعملها بالعلم وبالاقتصاد وبالمال، مالية الدولة ما كتير يقدر يواكبوه بعض الوزراء، فبده انتباه يعني. نعم. شكرا لك أستاذ غسان جواد على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم. أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا لك. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.